هيني للعذاب وعجقة غيوم ملبدي وليل وضباب. من بلادنا كانت رهيني للعذاب وعجقة غيوم ملبدي وليل وضباب. كانوا الشباب يسافروا عالاغتراب ويبكوا الاهل دمع المرارة عالغياب. وهلأ يا ابو شادي بعد جردة حساب من منطلق حب الجنة والاكتساب بتفضل يسافر صبايا من الوطن يما بتترك هالمهمة للشباب. يا رب ردوا بالسلام الوافرة. وما بنصح البنت الغزالي النافرة من بلادها تسافر عغربي كافرة. وهونيك ياخدها العريس الأجنبي وتضل عطول العروس مسافرة. تغيب بتفتش على طموحها قبل الحبيب. ومعروف حظ البنت ورقة يا نصيب مدري بأي بلاد مكتب له يصيب. مش انت بتشوف النصيب ولا انا الله بيعرف وين بيكون النصيب. ما تغرق بقطرة ندي. البنت الزكية مش ورق طار وهدي. البنت قلب البنت عقل بيهتدي. الشاب اللي اجا من الغرب عغصونك شدي يمكن مزوج هالعريس اتأكدي. مصيبي بعد ما تعلقي تعيشي معه ومصيبتين بغربتك تتشردي. صبي بجدة بتختار فارسها مثل ما بدها. وشب اللي اجا من بعيد يخطب ودها شو عرفك بده شريد يردها. يمكن يكون بحق هالابن الحلال اكتر من الشاب اللي ساكن حدها. عن انسجام الباقي. عد الص
الصبايا الراجعين مطلقين بتقول ما اكتر بنات اليأسين. خلي الصبي بعطرها يبقى، خلي الصبي عطرها بكمه سجينه تاخد فقير بلادها المعروف. خلي الصبي عطرها بكمه سجينه تاخد فقير بلادها المعروف مين، ولا تبعتوها عبلاد الاغتراب، الدولار فيها بس ما فيها حنين. الطلاق بلا وفاق يصير وما كان في ملأ وفراق. حلو حلو يا علي. مش بس بالغربة الطلاق بلا وفاق بيصير وما كان في ملقى وفراق، بيوت المحبة انسجام واتفاق وعمر السعادة بالتفاهم والرواق. ولما الوفاق يعيش بيعيش الحنين، ولما الوفاق يغيب بيحل الطلاق. الخطبة لا تدخل باليدين إلا ما تعرف صاحبك جايين. شوفك يا خي علي فروخ بين هوني وهونيكي، ما شفت الفرق وين؟ هوني إذا طلقت زوجي بساعتين عبيتها بترجع لعند الوالدين، وهونيك عغيبة وطنها وزوجها بيكون طلقها أملها مرتين. خي علي فروخ بين طيب هوني وهونيكي، ما شفت الفرق وين؟ طيب هوني إذا طلقت زوجي بساعتين عبيتها بترجع لعند الوالدين. طيب وهونيكي عغيبة وطنها وزوجها بيكون طلقها أملها مرتين.